السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا الجهاز ريلمي سي 33 الغني عن التعريف العملاق. الجهاز ده عليه رمز، هنفك كل الرمز بتاعه. طبعا طريقة الفورمات بتاعة الرمز أو النمط أو البصمة، طريقة الفورمات اللي احنا هنعملها دلوقتي واحدة. كلام جميل. بالنسبة للبيانات، كل البيانات بتاعة حضرتك أو حضرتك هتتمسح تماما، زي صور، أفلام، ألعاب، برامج، كل حاجة على الجهاز خاصة بالجهاز هتتمسح. لو في كارت ميموري او خط بنشيلهم من الجهاز والحاجه بتفضل عليهم زي ما هي، ما بتتمسحش. كلام جميل، كلام جميل. تعالوا بقى نعمل، نقفل الجهاز خالص. دوسه بسيطه على رفع الصوت والباور مع بعض هيجيب لك القايمه دي، يعني دوسه بسيطه على رفع الصوت والباور، وهدوس ايقاف التشغيل. تم ايقاف التشغيل بنجاح كده، خلاص اتقفل الجهاز. كلام جميل. طيب انا ازاي اعمل له فورمات؟ هندوس على خفض الصوت والباور، هنبتدي ندوس اهو على خفض الصوت وبعد كده الباور لغايه اول ما الجهاز يفتح معايا. الجهاز فتح معايا، شلت ايدي من على الباور. طبعا الحركه دي لو ما حصلتش معاك من اول مره وكنت سريع فيها، تعيدها من اول وجديد وهتعمل معاك ان شاء الله. كده هو دخل على حاجه اسمها وضع الريكفري مود. الوضع ده اللي احنا بنعمل منه الفورمات لاي جهاز. كلام جميل. ده طراز الجهاز اهو RMX، فاحنا بندوت رقم الطراز اللي هو RMX 3624 بمعدل يعني السي 33. كل اصدارات السي 33 دي طريقه الفورمات بتاعتها. اي اصدار هننزل ونطلع بخفض الصوت ورفع الصوت. كلام جميل. يعني انا هنزل وهطلع برفع الصوت وخفض الصوت، والباور ده هيكون الاوكي بتاعي. انا هنزل اهو على حاجه اسمها ويب داتا فيكتوري ريست اهو، وهدوس اوكي بالباور. لو انا عايز اكنسل هكنسل. لا احنا مش هنكنسل، احنا هننزل على حاجه اسمها فيكتوري ريست داتا، فيكتوري داتا ريست. كلام جميل. وهندوس اوكي بالباور. تعالى نقرا هنا كده، هتلاقيه بيقول لك فورمات داتا. هو كده بيفرمت الداتا بتاعتنا. احنا كده عملنا فورمات خلاص. كلام جميل. هنيجي نعمل ايه تاني؟ هننزل على حاجه اسمها ويب كاش بارتيشن اهي. تعالوا بقى هنا ننزل على حاجة اسمها ويب كاش بارتيشن. دي الملفات اللي تبقى مخفية بتاعت التحديثات والبرامج اهي، كلمة ويب كاش بارتيشن. هدوس عليها اوكي بزرار الباور. دوست اوكي، هنزل تحت على كلمة يس، بعد كده هدوس اوكي. ريبوت سيستم ناو، اللي هو انا بعمل اعادة اقلاع للجهاز، وهنتظر الجهاز معايا لغاية لما يفتح. انا مش هطلب مني اي حاجة تاني خالص لغايه الجهاز لما يفتح معايا، هفضل منتظر. الجهاز طبعا بياخد دقيقه دقيقتين ثلاثه وبيفتح معايا طبيعي.
كده الجهاز خلاص فتح معانا. كل اللي هنعمله ان احنا هنختار اللغة، هنختار اللغة العربية طبعا العادية بتاعتنا، الدولة مصر، الاتفاقية على كل دول وبعلم عليهم صح. خلاص اهو، وادوس استمرار، التالي، كلام جميل. دي خدمات جوجل. طبعا في ناس بتبقى ناسية الجيميل بتاعها، لو معاك الجيميل وطلبوا منك بعد عملية الفورمات طبعا هتدخل الجيميل عادي، مفيش أي مشكلة، الجيميل اللي هو كان عليه. ولو نسيه هتكتب على اليوتيوب تخاطي الجيميل لجهاز طبعا بتاعك اللي هو موديل الجهاز نفسه. هدوس هنا قبول. لو عايز اعمل كلمة مرور من اول وجديد فانا بقول له لا تجاوز. تم، مرحبا بك فريلمي، البدء. خلاص شفت العملية سهلة ازاي. طبعا حركة الخفض الصوت ورفع الصوت لو ما جاتش معاك من اول مرة، احنا طبعا ده شغلنا فمتمرسين عليه. اللي هو لو انا، تعالوا بس نشوف الجهاز الاول، وانا برضو هقول لك برضو التركية والحركات اللي بتتعمل اهو. ريلمي سي 33، طبعا المساحة والكلام ده كله، وكل واحد طبعا ايه ممكن الجهاز بتاعه يختلف عن التاني. الحركة اللي انت بتدوس على خفض الصوت ورفع الصوت دي ممكن ما تظهرش معاك، ما تجيبش الوضع اللي هو بتاع وضع الريكفري من اول مرة، فانت ممكن تكررها تاني لو الجهاز فتح معاك من اول وجديد. كلام جميل. Thank you.